افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة المؤتمر الدولي الرابع للطاقة المتجددة والتغير المناخي، والذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها بريطانيا وصندوق العمل تمكين تحت شعار الطاقة المتجددة والتغير المناخي وكفاءة الطاقة والمحافظة على الطاقة والتبريد وتصميم المباني الخضراء. وقد قدم الدكتور ميرزا في حفل الافتتاح عرضا مرئيا للحضور استعرض فيه الإنجازات التي تحققت لغاية الآن في مجال الطاقة المستدامة، ومن بينها التوسع في إمكانية توليد الطاقة المتجددة والمزيد من تحسين كفاءة الطاقة. وتطرق الدكتور ميرزا إلى آخر مستجدات الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة والمحددة بنسبة 5% من الطاقة المتجددة في مزيج الإنتاج الكلي للطاقة بحلول عام 2025، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 10% بحلول عام 2035، وكذلك الوصول إلى نسبة 6% في تحسين كفاءة للطاقة بحلول عام 2025. كما تم تسليط الضوء على بعض المبادرات التي تقوم بها هيئة الطاقة المستدامة، مثل خطة تصنيف المباني الخضراء المرافقة لدليل المباني الخضراء واستحداث سجل تجاري خاص ومنفصل للطاقة المتجددة. كما بين الدكتور ميرزا من خلال عرضه المرئي بأنه يتم حاليا العمل على استقطاب الاستثمارات في المشاريع الكبيرة في توليد الطاقة بالرياح والطاقة الشمسية العائمة، ويتم دراسة هذه المشاريع الواعدة من أجل زيادة الاستفادة من الطاقة النظيفة في مملكة البحرين. هناك تغيرات كثيرة ومتسارعة في الآونة الأخيرة، كلها تصب في صالح الاستفادة من الطاقة الشمسية. فمثلا مع التقدم الهائل في تقنية الطاقة المتجددة أصبحت الكلفة الآن أقل بكثير من السابق. كذلك هناك عدد كبير الآن من الاستشاريين والمقاولين المؤهلين، حيث قمنا بتدريب أكثر من 300 شخص على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المنازل والمنشآت، وبعض هؤلاء ابتدأوا بإنشاء شركاتهم الخاصة ووظفوا بحرينيين يعملون في مجال الطاقة الشمسية. كذلك هناك الآن اتفاق بين تمكين وبعض البنوك لتيسير عملية التمويل للذين يريدون الاستفادة من الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهذا سوف يعلن عنه في المستقبل القريب.